الدنيا كانت مشغولة في قضية عزل الرئيس السابق ترامب، والكل مركز كيف يعرض القضية. هذا الكلام كان في الشيوخ في مجلس النواب، كانوا شغالين على الخطة الاقتصادية اللي نزلت يوم الجمعة يوم امبارح. أنا اسمي إيهاب، هاي وراي اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة، فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. أنا كنت عارف إنه حنشوف خطة قبل نهاية الأسبوع، ولهلأ الكلام إنه لازم تمر قبل نهاية الشهر. فهل حتبدأ الساعة تعد عليهم ونشوف إذا كان كل شيء حيمشي على الخطة المعمولة؟ نبدأ هذا الفيديو بلايك، هذا بيساعدني وبيساعد القناة كثير، فشكراً كثير لكم مقدماً. اليوم راح أتكلم عن الخطة الاقتصادية بقيمة 1.9 تريليون، وبعدها حتكلم عن اللقاح وحالات كورونا في أمريكا. نبدأ مع الخطة الاقتصادية. أنا حتكلم ببطء، مش راح أتكلم بسرعة عشان ما أضيع الموضوع وأضيع الفكرة، فتحملوني. الكلام اللي حاحكي اليوم مش حيكون أي كلام زيادة عن اللي صار في الماضي. في الماضي تكلمت عن كثير شغلات وشو ممكن نشوف في هاي الخطة وشو ممكن تمر وشو ممكن يصير قانون، لكن اليوم أنا حتكلم عن شغلات حتصير مؤكدة في الخطة المستقبلية. على فكرة هاي الخطة مش اسمها خطة تحفيز الاقتصاد، هاي اسمها خطة إنقاذ أمريكا، American Rescue Plan، وانكتبت في 591 صفحة. هلأ الديمقراطيين عرضوا خطتهم اللي اجت بقيمة 1.9 تريليون مثل ما كان متوقع، وهي كانت أول خطوة من إدارة بايدن بأنها بدأت توفي بوعودها. هاي الخطة تم اعتمادها من لجنة الميزانية في مجلس النواب، وكانت نتيجة لتجميع 9 قطع تشريعية انكتبت من 9 لجنات مختلفة. هاي الخطة راح تمر مرور الكرام وراح يتم الموافقة عليها في مجلس النواب الأسبوع الجاي. لكن المشكلة مش هون، المشكلة انه الخطة هاي لازم كمان تمر من مجلس الشيوخ اللي حيكون فيها معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وكمان بين الديمقراطيين والديمقراطيين نفسهم. الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عندهم صوت واحد بيخليهم يربحوا التصويت في حالة انه كل الديمقراطيين صوتوا بالموافقة على هاي الخطة، مش مثل مجلس النواب. عضو مجلس النواب جون يارمث من ولاية كنتاكي بيحكي انه خطة تسويت الميزانية الحالية هي الخطوة القادمة لتثبيت خطة انقاذ امريكا، وفيها حيتم تغيير اتجاه هاي الكوارث اللي بنعيشها، وبدون هاي الخطة فالامور حتزيد صعوبة على العوائل وكل شيء حيطلع خارج السيطرة والكل حيعاني للأسف. احنا حاليا ما عندنا وقت للكلام في ضرورة انه يكون عندنا خطة، الكلام هلأ كيف بدنا نحل هاي المشكلة اللي احنا فيها. الديمقراطيين بدهم يحلوها بأي تكلفة كانت، الجمهوريين كمان نفس الشيء بدهم يحلوها، لكن لو يفضل تكون ببلاش او حتى يعطونا فلوس عشان نقدر نحلها. المهم هاي الخطه اللي انكتبت في 591 صفحه مهتمه اكثر شيء في مساعدات البطاله اللي راح تنتهي الشهر القادم، وطبعا شيك تحفيز الاقتصاد بقيمه 1400 دولار اللي حيلحق ال 600 دولار اللي استلمناها. مساعدات البطاله راح تصير 400 دولار بالاسبوع بدل 300 دولار اسبوعيا. مساعدات التغذيه ومساعدات البيوت والايجار كمان في هاي الخطه، مساعدات بقيمه 195 مليار دولار للولايات، ومساعدات بقيمه 130 مليار للحكومات المحليه و14 مليار للبحوث وتطوير وتوزيع اللقاح. واكثر شيء مثير للجدل هي زياده الحد الادنى للاجور، حتكون 15 دولار بالساعة حتى سنة 2025 على مراحل. وهذا الشيء بالذات عليه اعتراض من سيناتورز ديمقراطيين، جون مانشن من ويست فيرجينيا، كريستينا سينيما من ولاية الجميلة أريزونا، معترضين على هذا الشيء، ما بدهم إياه يكون جزء من هاي الخطة. لكن هذا مش موضوع منتهي أصلا، إن مجلس الشيوخ ممكن يشوف إن زيادة الأجور ما بتقدر تمر طريقة تسويت الميزانية، يعني هم بيحاولوا يدخلوا قد ما بيقدروا عن طريق تسويت الميزانية، لكن مش كل شيء بدك إياه ممكن يمر منها، ففي احتمال إنها تطلع من الخطة، لكن حاليا هي موجودة. هلأ بدي أتكلم بخصوص الخطة الاقتصادية وتفاصيلها. شيك تحفيز الاقتصاد راح تكون قيمته زي ما بنعرف 1400 دولار. العيلة المكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين راح يستلموا 5600 دولار، يعني البالغ والطفل راح يستلموا 1400 دولار. هذا السؤال انت سألت عنه زمان وما كنت بعرف إجابته لأني مش متأكد، ومحتاج أقرأ التشريع وأشوف شو بعرضه عشان أعرف بالضبط شو اللي قاعد يصير. لكن هلأ بقدر أحكي إنه حتى الطفل راح يستلم 1400 دولار. حد الراتب للأعزب 75 ألف دولار بالسنة وبيختفي عند 100 ألف دولار.
المتزوجين حد الراتب 150 ألف دولار عشان يستلموا الشيك بشكل كامل، وبيختفي الشيك عند ال 200 ألف دولار في السنة. الـ IRS راح تستخدم معلوماتكم الضريبية الأخيرة عشان يعرفوا إذا بيطلع لكم الشيك تحفيز اقتصاد أو لا. يعني إذا قدمت ضريبة 2020 حتكون هاي آخر معلومات عندهم عنكم. اللي ما سوى ضريبته وما عنده دخل أو ما استلم فلوس بالمرة، فيفضل إنه يسوي ضريبة 2020 عشان يقدر يوصل معلوماته البنكية، معلومات السكن، يعني بالمختصر يقدر يعمل أبديت للبروفايل تاعه مع الـ IRS ويعرف وين هو وين أراضيه، ويقدر يوصل له أي مساعدة في المستقبل. بخصوص مساعدات البطالة، راح تستمر حتى 29 أغسطس، وبهيك راح تتمدد مساعدات البطالة من 50 أسبوع ل 74 أسبوع، ومساعدات اللي بيشتغلوا لنفسهم أو شركات الجيج حتتمدد من 24 أسبوع ل 48 أسبوع. مع أنه الرئيس طلب أنه هذه المساعدات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، لكن شكله الميزانية ما بتكفي، فاختصروها شهر كامل. بدل ما تنتهي في شهر نهاية شهر 9 راح تنتهي في نهاية شهر 8. مساعدات التغذية راح تزيد بنسبة 15% للفود ستامبس، وحتكمل لشهر 9 بدل ما تنتهي في نهاية شهر 6 اللي احنا فيه. وكمان في 880 مليون دولار حيروحوا لبرامج التغذية الخاصة بالنساء والرضع والأطفال المعروفة بـ WIC WIC. وكمان سهلوا الشروط للي حابة تسجل في هيك برنامج، مع أنه بايدن طلب منهم أنهم يستثمروا 3 مليار في هيك برنامج، لكن بقدرة قادر صارت أقل من مليار. مساعدات الإيجار كمان إجاها نصيبها في هاي الخطة، حطولها 19.1 مليار دولار حتروح للولايات والحكومات المحلية عشان تساعد أصحاب الدخل المنخفض في أنهم يدفعوا الإيجار اللي متكوم عليهم، ومساعدات حتى لفواتير الكهرباء والمي المتأخرة. كمان في 10 مليار دولار كمان حتروح تساعد أصحاب البيوت اللي ما قدروا يدفعوا أقساط بيوتهم، وكمان 5 مليار حتروح للولايات والمحليات اللي فيها مشاكل هوملسنس. هلأ بخصوص الإعفاءات الضريبية للعائلات واللي بيشتغلوا، هلأ بدهم يزيدوا الفلوس اللي بترجع لحد 3600 دولار للي عمرهم أقل من 6 سنين، و 3000 دولار للي عمرهم أقل من 18 سنة. هاي تعتبر محاولة للحد من الفقر، وهذا الشيء مسترد رح يساعد العوائل بشكل كبير. الحلو في الموضوع انه العوائل عندها الخيار انها تاخد هاي الفلوس مرة واحدة او تاخدهم على دفعات شهرية، وبهيك بيكون اسهل عليهم لانه عليهم فواتير شهرية وهيك قصص. في تمديد كمان لمساعدات اللي بياخدوا اجازات مرضية، اللي صار ان مجلس النواب اقترح انهم يخلوا هيك مساعدات اجبارية على الشركات وانها تمشي على نفس نظام القرارات السابقة، لكن هاي المرة بدهم يقدموا ميزات لاصحاب العمل اللي بيساعدوا في هيك مشكلة. بخصوص التعليم والحضانات للاطفال، الخطة حاطة ميزانية 130 مليار دولار للي في الفصول الدراسية بين KG و 12 عشان يقدروا الطلاب يرجعوا فصولهم الدراسية. الفلوس راح تساعد المدارس انهم يقدروا يركبوا انظمة التهوية وتصغير حجم الفصل، وتساعد في التباعد الاجتماعي، وتشتري معدات وأدوات الحماية، وتشغل ناس أكثر، وكمان تطلب من المدارس إنها تستعمل على الأقل 20% من الفلوس اللي استخدمت في التعليم لتقديم مساعدات إضافية للفصول اللي ممكن تصير في فصل الصيف. وكمان هذا الدعم إجا كمان عشان ما يتم فصل أو طرد أي حد من الكادر التعليمي، لأنه في كثير ولايات بتعاني من ناحية الميزانية. وهاي الفلوس حتظل موجودة لحد شهر 9 من 2023، يعني سنتين ونص من الدعم المتوفر. وكمان فيها 40 مليار حيروحوا للمعاهد والكليات ولازم يقدموا مساعدات للطلاب، فبشكل كلي حيكون في 170 مليار دولار للتعليم مقابل 112 مليار مرروها الكونغرس السنة الماضية. صحيح في 39 مليار حيروحوا للديكيرز الحضانات. هيكون في مساعدات للتأمين الصحي المعروف في أوباما كير عن طريق إنهم يخلوا الناس أكثر يقدموا على البرنامج ويسهلوا للي حابب يشترك، وهذا الكلام راح يستمر للسنتين الجايين، وبيشمل الموضوع العمال اللي في برنامج كوبرا عن طريق اللي يضلهم على تأمينهم الصحي واللي كان يشغلهم بمدد لهم الاشتراك. هلأ بخصوص الشركات الصغيرة في كثير شغلات حتصير. 15 مليار حتروح لبرنامج الإصابات والطوارئ، وهذا عبارة عن قرض طويل المدة ومنخفض الفائدة بتقدم من إدارة الشركات الصغيرة الـ SBA، وحيكون للشركات الصغيرة اللي فيها أقل من 10 موظفين بشكل خاص. وكمان 25 مليار حيروحوا لأصحاب المطاعم، وممكن يوصل الدعم لحد 10 مليون دولار للمطعم الواحد. برنامج حماية الراتب رح يستلم 7 مليار دولار زيادة، وحيكون فيه
175 مليون دولار للدعاية والإعلان وعمل برامج توعية لهذه الشركات. هلأ بخصوص مساعدات الولايات، رح يستلموا 350 مليار دولار زي ما قلت قبل. اللي بدي أحكيه هون إنه الديمقراطيين كانوا بيطلبوا 160 مليار دولار في شهر ديسمبر، لكن هذا الطلب انرفض من الجمهوريين، فاضطروا الديمقراطيين إنهم يحطوا هذا الطلب على جنب، لكنهم رجعوا هلأ مع رقم 350 مليار دولار. هلأ بخصوص اللقاح والفحوص، 14 مليار للبحث والتطوير والتوزيع والإدارة وزيادة الثقة والوعي بخصوص اللقاح، 46 مليار للفحص والتتبع، وحيكون في 7.6 مليار دولار لتشغيل 100 ألف موظف جديد للمساعدة في مشكلة كورونا، مع أنه الرئيس طلب 20 مليار لكن أعطوه 14، بكفي 14 بايدن مشيه. بخصوص رفع حد الراتب تكلمت عنها في بداية الفيديو، لكن اللي بدي أضيفه أنها راح تساعد 27 مليون عامل حسب لجنة الميزانية. الخطة الاقتصادية كبيرة وفيها مليارات رايحة يمين وشمال، لكن مش هون القصة. القصة أنه إحنا زهقنا وبدنا الحياة ترجع زي ما كانت، بس اللي صبر أكثر من سنة بصبر له كمان أكم من شهر وإن شاء الله الأمور تتحسن. هلأ اللي جاي أنه نشوف ردود الفعل ونشوف الجمهوريين شو حيحكوا والديمقراطيين كيف حيردوا، ونشوف التواريخ التصويت، نشوف متى هذا التشريع راح يصير قانون، متى حتنبعث الفلوس وطريقة تتبعها وطريقة التقديم عليها للي ما قدم، وحتكون في كتير أمور تتعلق بهاي الخطة. فعشان هيك اشتركوا بقناتي على الأقل عشان توصلكم المعلومة صحيحة بدون لف ودوران. هلأ بخصوص حالات كورونا واللقاح في أمريكا، امبارح سجلت أكثر من 110 ألف حالة إصابة جديدة، وبهيك عندنا أكثر من 28 مليون حالة إصابة مؤكدة. حالات الوفاة كانت عند 2706 حالات وفاة للأسف، وقربنا كثير من نص مليون حالة وفاة. في أكثر من 59 مليون أمريكي استلموا الجرعة الأولى من اللقاح، وفي 17 مليون أمريكي استلموا الجرعتين، وإحنا هلأ واقفين عند نسبة 5.21% من الناس أخذوا اللقاح بشكل كامل. لا تنسوا البث بالليل إذا حابين تشرفوني عشان حرد فيه على تعليقاتكم، لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، تنشروا بين أصحابكم، تشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا أوريدي مشتركين، وإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. أنا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام.